طيب كيف الآن نعمل؟ نحن الآن وجدنا بيت من الشعر، وجدنا شاهد على الفعل الذي نحن نبحث عنه. طيب ما المطلوب الآن؟ المطلوب أن أقص هذا الشاهد، أن أقص هذه النتيجة حتى أخذها للمعنى الذي أريد. طيب ماذا نعمل الآن؟ نضغط على أداة المقص، هذه ضغطنا على أداة المقص المدونة الآن أظهرت لي اضغط هنا للبدء باختيار الشاهد، فأنا أضغط هنا مختلفة في يعني للتنسيق. فنحن الآن ندرس موضوع الشاهد، لكن بلغتك من ذاكرتك من ذهنك من علمك لا نقدر. سأضع عليه الآن اللون الأزرق هذا، إذا هو المستعمل نفسه، والثالثة هي ما بعد اسم المستعمل. طيب قلنا كتبنا قال إن الهدف من هذه الدورة التكوينية تأتي في إطار الدورات التي أقامها المجلس في هذا المكان، أقام ثلاث دورات، كما أقام دورتين في مستغانم وأقام دورة أخرى في الوادي. هذه الدورة الهدف منها هو تكوين الباحثة الذين يشتغلون في المعجم التاريخي الذين يتابعوننا عن بعد، وهم من القدامى، والذين حضروا معنا هم من الجدد وعددهم 30 عضوا. الهدف الآن يتمثل في أولا الغوص في المنصة، كيف نستعمل المنصة اللي ذات العلاقة بالمعجم التاريخي في البحث عن الجذور للغة العربية جذرا جذرا، ثم البحث عن الشواهد، ثم البحث عن أقدم شاهد، ثم البحث في الشواهد عبر العصور الخمسة. إذن ينظم اليوم المجلس الأعلى للغة العربية الجلسة أو الدورة التكوينية الثانية للمعجم التاريخي بالجزائر. هذه الدورة هي في يومي 20 و21 من شهر جانفي، هي دورة مخصصة للأعضاء الجدد بالمعجم التاريخي الذين انضموا إلينا يعني إلى هذا المعجم كمحررين مع كوكب من المحررين الجزائريين والخبراء الذين تجمعنا بهم صلة رحم علمية، وحاولنا يعني التواصل سابقا يعني مع الخبراء عبر الوسائل التقنية، ولكن التواصل عن بعد ليس يعني عندما نجتمع ونطلع عن كثب عن هذا المنهج وكيفية التحرير المعجمي للمداخل ولمختلف الجذور التي تسند لهؤلاء المحررين.